مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير. فبطبيعة الحال مرة أخرى الحالة الوبائية بالمغرب غير مطمئنة وغير سارة. فالأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء فهي مقلقة جدا، بعدما ظهرت 5391 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وليبلغ بذلك عدد الإجمالي الحالات المصابين بالفيروس إلى 306995 حالة بالمغرب. ووفق المصادر ذاتها فإن عدد الحالات المستبعدة بعد إجراء تحاليل خرجت نتائجها سلبية بلغ 3,404,049 حالة منذ انتشار الفيروس إلى اليوم. فأيضا الفترة نفسها عرفت 81 حالة وفاة، ليصل بذلك عدد ضحايا كورونا إجمالا إلى 5013 حالة وفاة. ولله الحمد تم شفاء 5757 حالة شفاء إضافية اليوم، وارتفعت عدد حالات الشفاء إلى 253,351 حالة شفاء. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي أقرت السلطات المغربية بكل وطن ومسؤولية. مرة أخرى الحصيلة مرتفعة، الحصيلة مقلقة، الحصيلة صراحة يعني اليوم يعني أكثر، أيضا حتى جهات سوس مسافة تسجلت فيها أكثر من 280 حالة خلال 24 ساعة الماضية. وهذا الشيء كيدل، فإنما كيدل على شيء واحد، هو أننا وصلنا لواحد المنحنى تصاعدي، واحد المنحنى اللي خطير جدا. فالحالات كتزاد يوم بعد يوم، وبالتالي فصراحة هذا الشيء ولا مقلق، هذا الشيء ولا ما كيفرحش. فكنتمناو من الله أن الكل يلتزم، أن الكل يدير الكمامات ديالو ويدير المعقمات ديالو ويتسلح بوسائل الوقاية، لأن لا شيء يمكن أن ينجيك من هذا الفيروس اللعين إلا الوقاية ثم الوقاية، فالوقاية خير من ألف علاج. كنتمنى من الله تعالى أن نتجاوزوا هذه الأرقام، لأننا نشوفوا أرقام أخرى، أرقام أكثر اطمئنان، أرقام يمكن أن تعيد الأمل وتعيد الروح لكل المغاربة بعدما فقدوا الثقة في انتهاء هذه المحنة. فالمحنة لا زالت مستمرة والأرقام في مسلسل تصاعدي، وهذا الشيء كامله بسبب التهور، بسبب عدم المسؤولية ديال مجموعة من المواطنين والمواطنات ومجموعة من الناس اللي صراحة مستهترين بالوضع الصحي، مستهترين بهذه الأزمة ديال كوفيد، ولا يعرفون بتاتا معنى كورونا وخطر كورونا. فكورونا تقتل، فكورونا اليوم يعني 81 حالة هي اللي قتلتها كورونا، 81 شخص ومواطن ومواطنة ودعوا الحياة اليوم. فإلا كنت اليوم غير مبالي فغدا تقدر تكون من بين هؤلاء. فإلا وقعت حادثة سير لا قدر الله، فما كنفقدوش أكثر من 10 أشخاص فأبعد تقدير، إلا أن كورونا وصلت اليوم بأننا كنودعوا بشكل يومي 80 81 82 حالة، واليوم تسجلت بوحدة 81 حالة وفاة. فهذا الشيء إن دل شيء فإنما يدل على أن الفيروس يقتل، على أن الفيروس لا يعرف لا صغير ولا كبير، فيأتي على الأخضر واليابس، لدرجة أنكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات باش أنكم تلتزموا فلا شيء غير الالتزام ديالكم هو اللي ممكن أنه ينقذكم وينقذ الوطن ديالكم من هذه المحنة. فعلى أي الأرقام غير مطمئنة، الأرقام مقلقة. فعدد ضحايا كورونا وصل اليوم إجمالا 5013 حالة وفاة. فهذا الشيء كامله صراحة ولينا كنشوفوا بأننا يعني وصلنا لواحد المستوى اللي خطير جدا. فكيف يعقل أننا نسجلوا فقط في يوم واحد 5391 حالة إصابة جيدة مؤكدة، وصلت العدد الإجمالي 306995، هذا هو إجمالي عدد المصابين بالمغرب. فأيضا الوفيات في تصاعد، حتى حالة الشفاء اللي كتسجل في اليوم تسجلت فقط 5757 حالة شفاء جديدة،
وعدد الإجمالي ديال الناس اللي تشافوا من كورونا بلغ 253,351. كنتمنى من الله تعالى وبركاته أنه يرفع علينا هذه الوباء وفي أقل وقت ممكن. فهذا الشيء اللي بغينا إن شاء الله، وبغينا الناس أنها تلبس الكموم ديالها، والناس ترجع للصواب ديالها، والناس تلتزم. فالالتزام هو خير مخرج من هذه الأزمة. إلى اللقاء إخواني الكرام، مع تحياتي لكم من هنا من مدينة أكادير.